بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير، يا رب يكون عيد أضحى مبارك عليكم وعلى كل الأمة الإسلامية. إن شاء الله النهاردة هنتكلم مع بعض أو هنتعلم مع بعض إزاي نضيف صفحة كونتاكت أس أو اتصل بينا داخل مدونة البلوجر. تمام، طبعا صفحة اتصل بينا زي اللي موجودة عندنا في المدونة بتاعتنا أوريجينال سوفت وير. لما بتيجي تطلع فوق هنا بتلاقي حاجة اسمها اتصل بينا، بمجرد إن أنت بتضغط عليها بيحولك على صفحة فيها نموذج اتصال او فيها نموذج لان انت مثلا لو عندك عدد من الزوار او في زائر معين بتواجهه مشكله في موضوع معين على المدونه بتاعتك ايا كان محتواها وعايز يعمل اتصال بك مباشره من خلال الايميل اللي انت عامل عليه البلوجر. الايميل اللي انت عامل عليه البلوجر انا بركز قوي في الحته دي لان لازم يكون نفس الايميل هو اللي انت هتسجل بيه في النموذج ده، لازم يكون هو نفس الايميل اللي انت عامل عليه المدونه بتاعتك. تمام، بيدخل هنا مثلا الزائر لو عنده مشكله بيكتب اسمه وبعدين بيكتب ايميله، لازم يكون ايميل حقيقي طبعا، ما ينفعش يكون ايميل مزيف. في ناس بتخش تكتب المنظر دوت كده اوقات ياهو دوت كوم مثلا اوقات جيميل، طبعا الكلام ده غير صحيح لان في الحاله دي مش هيتم ارسال الرساله. وهنا بيكتب الشكوى بتاعته في المسج، وهنا بعد كده بيعلم على اناليست ريبورت. تمام، عشان بس نتاكد ان هو انسان مش مثلا هاكر او فيروس او اي خلل في الموقع. وبعد كده بيختار بقى بيعدي الاختبار ده، وبعد ما بيخلص خالص تمام بيعمل على ارسال الرساله، بيدوس على ارسال الرساله وبتوصلك الرساله على الايميل بتاعك. طبعا ده هنتعلم ازاي النهارده بقى نضيف النموذج دوت داخل المدونه بتاعتنا. هنستخدم موقع اسمه فوكسي فورم، هيكون رابط الموقع موجود اسفل الفيديو. بعد ما بتدخل على الموقع بيكون عندك بالمنظر اللي احنا شايفينه دي الواجهه الرئيسيه بتاعه الموقع. عندنا هنا اول حاجه فوق يور اوبشن بيديلك بعض الاختيارات اللي انت ممكن تضيفها في النموذج بتاعك. هنشوف مع بعض، يعني احنا هنا مثلا لو لاحظنا هنلاقي هنا في مربع للنيم اللي هو مربع اسم اللي عنده مشكله، وهنا اسم يكتب الايميل بتاعه، هنا بيكتب الرساله. طيب احنا هنا مثلا هو معلم لي على النيم والايميل، اذا النيم والايميل هم اللي هيكونوا موجودين هنا. طب لو انا عاوز اضيف حاجه ثالثه او خانه ثالثه معاهم هدوس على شو هنا شو اوبشن. عايز مثلا اعلم على التايتل اللي خليه يختار سواء كان ذكر او انثى، يكتب مثلا يختار الجنس بتاعه. ممكن يكتب الفيرست نيم، طبعا الحاجات دي بتحددها زي ما انت عاوز. هنا بيكتب مثلا لو انت بقى عايز مثلا يعني ايه معلومات اضافيه عن الزائر بتاعك او تعريف اكتر من اللي هو بيكتبه، زي مثلا الشارع اللي هو ساكن فيه او مثلا رقم تليفونه او الويب سايت بتاعه، ايا كان انت عاوز. طبعا انا مش محدد غير النيم والايميل والتايتل. تمام، وممكن كمان اشيل التايتل مش محتاجه في حاجه، هعلم على النيم والايميل بس بحيث يكون عندي بالمنظر دوت. فلو انت عاوز نفس المنظر اللي موجود عندنا في مدونه اوريجينال سوفت وير بتعلم على النيم والايميل فقط لا غير. تمام، عشان يدي لك المنظر دوت. طيب بعد كده بتنزل تحت شويه بتلاقي باك جراوند كلر، دي لون الخلفيه بتاعت النموذج بتاعنا. زي ما احنا شايفين هنسيبه لونه ابيض عشان يبقى شكله سيمبل وبسيط، مش محتاج ان انا احط يعني الوان وحاجات من دي، انا ما بحبش الـ الحاجات اللي فيها الوان كتير، فسبت النموذج بشكل بسيط. لو انت عاوز تختار لون معين مثلا بتيجي هنا تدوس على الكلر، بيحولك على صفحه فيها مجموعه الوان كتير زي ما احنا شايفين، كل كود عليه كل لون عليه كود. مثلا انا اخترت اللون الاحمر مثلا او ناسخ الكود اللي عليه كوبي، او اللون الاصفر مثلا او ناسخ الكود اللي عليه كوبي واحطه في المربع اللي قصاد كلمه باك جراوند كلر. تمام، هنا الفونت كلر برده نفس الكلام، بيدي لك لون الخط اللي هو هيكتب بيه داخل النموذج بتاعك اللي هو اللون الاسود ده، ممكن تغيره تخليه مثلا اي لون تاني. لو دوست على كلر هيحولك على صفحه فيها مجموعه الوان، كل لون معاه كود، بتنسخ الكود وبتحطه في المربع دوت. خلاص، هنا برضو الفونت، هنا نوع الخط اللي هو هيكتب بيه بتختاره من هنا. انا عن نفسي مخليه اريال، هو افضل خط بالنسبه لي، يعني خط سيمبل وبسيط مفيش فيه اي يعني شغل عالي او تعديل. هنا الفونت سايز اللي هو حجم الخط اللي هو بيكتب بيه داخل النموذج على المدونه. تمام، خليه عادي نورمال، عايز انت تخليه اصغر او اكبر او كبير جدا زي ما انت عاوز. بعد ما بتخلص خالص الاختيارات بتاعتك والاوبشن بتاعك بتيجي هنا تعلم او تكتب تحت هنا الايميل بتاعك. طبعا انا هكتب الايميل اللي انا عامل عليه المدونه بتاعتنا او البلوجر بتاعنا. تمام، طبعا انا عامل مدونه تجريبيه بس عشان اوري لك ازاي تعمل موضوع الكونتاكت اس دوت. بعد كده بعلم هنا صح، طبعا هنا لازم يكون نفس الايميل اللي انت عامل عليه البلوجر بتاعك، ما ينفعش يكون ايميل تاني. هنا بيقول لك في اختبار حدد جميع الصور التي بها بيتزا. طيب احنا هنختار الصور اللي فيها بيتزا، مثلا الصوره دي ماشي، مثلا الصوره تقريبا دي. تمام، والصوره دي. بعد كده ندوس على تحقق، خلاص ادالك علامه صح. بعد كده ندوس على كرييت، مربع الاخضر اللي تحت ده. طبعا هو هنا بيدي لك بريفيو لشكل النموذج هيكون عامل ازاي على المدونه بتاعتك، زي ما احنا شايفين ان هو نفس النموذج اللي موجود عندي حاليا، فهو هنا بيعمل لك بريفيو زي ما احنا شايفين هنا. تمام،
المفروض ان احنا بعد ما بنوست على كرييت بيدلنا كود عشان نحطه داخل المدونة. طيب هنحاول تاني. تمام، زي ما احنا شايفين ده الكود اهو. لو ما جابش معاك الكود من اول مرة حاول تاني مرة هيجيبه معاك. المهم ان انت تعدي الاختبار بتاع الصور بشكل سليم. بعد كده بتمسك الكود ده وتكوبي، بتروح هنا بقى على لوحة التحكم بتاعة المدونة بتاعتك. تمام، بعد كده بتروح على حاجة اسمها الصفحات. انا لو جيت هنا مثلا عملت عرض المدونة، هلاحظ ان المدونة عندي فيها مجموعة صفحات. فانا لو انا مثلا عايز اضيف صفحة مكان صفحة، وليكن مثلا هحط هنا مثلا صفحة اسمها مثلا اتصل بنا. تمام، اتصل بنا، هخلي مثلا اعرض مشكلتك دي هعملها اتصل بنا، بحيث ان ايه لما يضغط عليها يدخلها على النموذج بتاع الكونتاكت اس. فانا اول حاجة هروح على قالب، بعد كده اعمل تحرير HTML. تمام، هدوس على كنترول اف عشان ابدأ ابحث عن اسم الصفحة اللي انا عايزها اللي هي اعرض مشكلتك دي. هكتب كلمة مشكلتك بس. تمام، ادوس، اسف، هكتب كلمة مشكلتك وادوس انتر. اهو زي ما احنا شايفين. تمام، هخلي الصفحة دي كده مفتوحة قدامي او القسم ده مفتوح قدامي. وبعدين هاجي هنا على كلمة الصفحات، كليك يمين عليها واقول له open in new tab عشان ابقى فاتح لوحة التحكم مرتين عندي في المتصفح بتاعي. بعد كده هروح اعمل ادوس على صفحة جديدة. تمام، هكتب هنا العنوان، عايز مثلا اكتب هنا ايه من فضلك، هكتب هنا فوق كده في المربع دوت، هكتب من فضلك املأ بياناتك مثلا. تمام، مثلا بعد كده هاجي هنا ادوس على HTML. هاجي تحت هنا هلاقي سطرين ما مسحهمش، هخليهم زي ما هما كده. هاجي تحتيهم كده بشويه، هنسخ بقى الكود اللي هو اداهولي في الموقع ده، هاخده كوبي وبعدين هدوس هنا على كليك يمين واقول له بيست، هينزل لي بالمنظر دوت. تمام، هدوس هنا على نشر. لو جيت هنا عملت عرض عشان اشوف الصفحه هتكون عندي عامله ازاي، زي ما احنا شايفين من فضلك املأ بياناتك اهو. يعني هو هنا بيقول لك اكتب اسمك وايميلك والرساله بتاعتك. طيب دلوقتي انا بقى عايز لما يدوس على الزرار بتاع اعرض مشكلتك يدخله على الصفحه دي مباشره، هعمل ايه؟ هاخد بقى ايه، انا كده هعمل لها عرض اهو، وهاخد بقى الرابط بتاع النموذج بتاعي بعد ما عملت على البلوجر بتاعي اهو. هاخد الرابط ده كوبي. تمام، واروح على المكان اللي انا عايز اغير احط فيه الكود ده اللي هو اعرض مشكلتك. هغير بقى الرابط بتاع اعرض مشكلتك ده للرابط الجديد بتاع صفحه كونتاكت اس، وادوس على كنترول في. خلاص، بعد كده ادوس على حفظ النموذج، هستنى لحد ما يخلص عمليه الحفظ على الاكواد بتاعه ال HTML. خلاص هنا هعمل عرض المدونه واشوف دلوقتي ايه النتيجه النهائيه بتاعتي. دلوقتي لو دوست على اعرض مشكلتك المفروض ان هو هيحاولني على الصفحه بتاعت كونتاكت اس، زي ما احنا شايفين حاولني عليها بالفعل بدون اي مشاكل اهو. هنا النيم وهنا الايميل وهنا الاسم. طيب تعال نجرب كده نشوف. هنبعت مثلا، اعتبر نفسي زائر وداخل على البلوجر ده، هكتب هنا اسمي مثلا، مش مهم، هكتبه بالعربي محمد مثلا، وهكتب هنا الايميل بتاعي وليكن مثلا الايميل ده. تمام، وهاجي هنا في الرساله هكتب مثلا السلام عليكم مثلا. احنا ايه بنجرب كده مع بعض. تمام، السلام عليكم. بعد كده هعلم تحت على المربع دوت، اهم حاجه ان انت تتعلم على المربع ده. طيب هو ما ادناش اختبار الصور. بعد ما خلص وادالنا علامه صح هندوس على سيند مسج، هيقول لك مسج و سيند سكسسفلي، خلاص تم ارسال الرساله. هروح دلوقتي على الايميل بقى اللي انا مسجل بيه على الموقع بتاع فوكسي فورم، وعلى الايميل اللي انا عامل عليه المدونه بتاعتي. هروح على جوجل، طبعا انا عامله على جيميل، وبعدين هدخل على الجيميل ونشوف مع بعض الرسالة وصلت ولا لأ. طبعا الرسالة بتوصلك في صندوق الوارد او في الانبوكس باسم سيرفيس، هكليها مكتوب عليها بكلمة سيرفيس خدمات. تمام، هنشوف مع بعض، يفتح بس. تمام، زي ما احنا شايفين موجودة فوق اهي سيرفيس. تمام، لو جينا فتحنا الرسالة دلوقتي هلاقي مكتوب فيها الاسم اللي انا كتبته والايميل ونص الرسالة اللي هي كلمة السلام عليكم.
هتحمل بس الرسالة هتفتح معانا دلوقتي زي ما احنا شايفين هنا النيم اهو اسمي، وهنا الايميل اللي انا باعت منه رسالة، وهنا الرسالة بتاعتي او محتوى الرسالة او المشكلة اللي انا بعرضها على صاحب المدونة او البلوجر. تمام، دي كان شرح بسيط لإضافة صفحة اتصل بينا على مدونات بلوجر. طبعا هيكون رابط فوكسي فورم هيكون موجود أسفل الفيديو اللي أنا بشرحه حاليا. ما تنسوش بعد ما بتخلص خطواتك وبتدوس على كرييت، ما تدركش الكود ده من أول مرة، بتدوس تاني كرييت هيديهولك زي ما احنا شفنا في الشرح في أول الفيديو. تمام، بتاخد الكود وبتطبق بقية الخطوات بدون أي مشاكل. أتمنى يكون الموضوع سهل وبسيط بالنسبة لكم ويكون الناس استفادوا منه، وإن شاء الله انتظرونا في شرحات قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.